السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعي الكرام، مرحبا بكم معنا في لقاء آخر من برنامجكم أجدر لك. كتير ما كان وجدوا فئة من الناس كتفني العمر ديالها من أجل الآخر، يا إما من أجل الوالدين، يا إما من أجل الإخوان، يا إما من أجل الأسرة الصغيرة، الوليدات والزوج أو الزوجة. وربما كتوجد البعض كيفني عمره في خدمة الأقارب ولا الأصدقاء أو الناس اللي كيشتغل عندهم، حيث أنه كيوهب العمر دياله والصحة دياله وأيام شبابه للإسعاد الآخر. هو هكذا داير، راحته وراحت باله وساعدته هو يشوف الآخر ضحك، يشوف الآخر فرحان، يشوف الآخر كي يتني عليه، يعني كي يشكره، كي يقول له تبارك الله عليك، يعني هادشي اللي كتدير معنا. ولكن في المقابل كنوجدوا فئة أخرى ما كتعترفش بهذا الشيء، هذا كتقول لك أنا أولا أهم عندي من الدنيا كلها، صحتي هي الأولى وراحتي هي الأولى وساعدتي هي الأولى، وعاد إلى باقي لي شي حاجة يمكن لي نعطيها للآخر. إذا قلت لي الوالدين كيقول لك هما اللي جابوني للدنيا، إذا قلت لي الخوت كيقول لك كل عنده دراعه، إذا قلت لي ولادك كيقول لك إلا كبروا ما يعقلوش عليا، وكيقول وربما معها الحق في هذه، إلا اخطأتني صحتي والله لا عقل عليا شي واحد. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إلى أي فئة تنتمي؟ هل للأولى أم للثانية؟ هل الفئة اللي كتضحي من أجل الآخر أم الفئة اللي عزيز عليها رأسها اللهم رأسي هو الأول عد ناس خرين؟ هناك أباء وأمهات مستمعي الكرام اللي كيفنيوا حياتهم كلها وهمهم هو أولادهم، والأولوية الأولويات هو أنه يكون العمر ديالهم كله تضحية من أجل أولادهم. كتلقاهم كيعطيوا حياتهم للأزواج ديالهم والوليدات ديالهم، يا إما الزوجة كتقول لك أنا عمري كله على راجلي وولادي، إما الرجل كيقول لك أنا عمري كله على مرتي وولادي، على حساب الراحة ديالهم وعلى حساب العمر ديالهم وعلى حساب الشباب ديالهم وعلى حساب السعادة ديالهم. أي أن سعادتهم وشبابهم وراحتهم هو أنهم يخدموا الآخر، أي يخدموا هذه الأسرة هذه. يبقى بالجوع هو، يبقى عريان هو، ما يلبش، يبقى هو آخر واحد أو لا هي آخر واحدة كتفكر في راسها أو كيفكر في راسه. وكما قلنا أنه كاين عاود ناس اخرين اللي جاو لهاد البلاد هادي وجاو كيضحيو بالغالي وبالنفيس وكيتكرفسوا وكينعسوا في الزناقي وما كيخل ما يخلو ما يديروا باش يخدموا ويدمروا، وصبرين للذل والحقره والكل ما كيتسلط عليهم من تمارة باش يجمعوا الفلوس وكيرسلوها لعائلتهم هناك. كيقولك انا حياتي هما هذوك خوتي خصهم يعيشوا مزيان، لهيه انا غير الى والدي وخوتي عاشوا مزيان، لهيه انا ما يهمنيش، واخا نتقهر واخا نموت بالجوع واخا نبات في الزنقه ماشي مشكل. عدد منهم من هاد الشباب وهاد الشابات بالخصوص اللي كنشوفوهم اليوم هنايا، هذه هي حالتهم.
كيدمروا من أجل الآخر باش يكون الآخر فرحان، يكونوا فرحانين ويقولوا فلان عندنا في الخارج كيسافت لنا الفلوس، ما عارفينش حالته هو كيفاش كيضرب عليها تمرة. في المقابل مرة أخرى كنوجدوا بعض الأباء والأمهات والأخوت كيعيشوا كما قلنا لروسهم، كيقول لك مو دابوغ عاد الآخرين، عاد ولادي، عاد رجلي ولا مراتي، عاد خوتي، عاد والدي، راسو هو الأول، وإلا خطاتو صحته ما كينش اللي ينفعو. كيقول لك والله خطتني صحتي ما ينفعني حد، ولهذا أنا كنديها في راسي أولا، عاد يجيو الأولاد والوالدين والخوت. نعود السؤال ديالي، إلى أي فئة كتنتمي عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة؟ أنت مع الفئة الأولى أم مع الفئة الثانية وعلاش؟ أكيد هناك سبب اللي كيخليك تكون مع الفئة الأولى ولا الثانية. تحية للجميع. 078-077-088 أو عبر الرقم الثاني 02-880-63-30 02-880-63-30. وبالنسبة للإس إم إس راه الرقم معروف دائما هو 0488-106-800. وهناك مثال كيقولوه بزاف المغاربة، اللهم ارحمني عاد رحم والديا، واش هادشي بصح؟ إذن أعزائي عزتي، علاش بعض المرات كنوجدوا بعض الناس أنانيين كيبغيو غير راسهم؟ واش هي فعلا أنانية بصح ولا كيبغي راسو لأن راسو هو الأول، حيث إلا خطا راسو ما كاينش اللي ينفع؟ نسمعوا الإجابة من عندكم بعد قليل. أهلا بكم، نمشي بسرعة، هناك جوج ديال المكالمات. ألو السلام عليكم. ألو وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك أستاذة أم أدم. نعم مرحبا بك. لالا أهلا أستاذ، تحية لكم وجميع المستمعين والمستمعات هذا الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم، نخلي مباشرة واش نخلي المتصل الآخر. بالنسبة للموضوع جميل جدا، وكما كنقول ليس اعتباطا أن يأتي الإسلام بما يسمى بالوسطية، الإسلام دين اعتدال ووسط، يعني لا إفراط ولا تفريط، يعني أنا خصني نكون لا من هذا الطرف ولا من هذا الطرف، أني تكون عندي أنانية زايدة ونقول أنا والطوفان الباقي يعني يهزوا الماء، أو لا نقول يعني ولا نكون صاحبة عطاء 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 بدون حدود وما نطلب شيء الأخذ. فهنا غادي نتطرق للموضوع، لانه هو الى جينا نتناولوه فهناك جوانب كثيره وابواب كثيره نتناولها فيما يخص المراه او الام بالخصوص. الا كنت انا ام يعني والام سبحان الله العظيم خلقها الله للعطاء، لكن بحدود، يعني ان لجسدك عليك حق والروح عليك حق الى غير ذلك. انا الا كنت امراه وكنت زوجه وكنت ام كنعطي بلا ما ناخذ، فاستخدمهم غنولي من هذوك اللي تطرق لهم الاخ محمد، تحيه ليه كبيره، اللي قال يعني وهذا تطرق لواحد الجانب اللي هو جميل. انا خصني نهتم براسي قبل ما نكون من بين دوك المسنين اللي محتاجين لرعايه اكثر، يعني انا خصني نهتم بنفسي قبل ما الغد لي غنولي نتشكى بحال الشهادات اللي كانوا انا ولدته وربيته وخرقته وكلته الى غير ذلك وتحد مدها فيا. اذا غير الجانب، يعني انا ما كنقول شيء يعني الجانب، اما المسنين فهما فوق من راسنا ويجب الاعتناء بهم، فهما بواتنا وجدتنا الى غير ذلك. اذا هنا خصني نهتم بنفسي قبل ما نطيح على واحد اخر، ولا كنت صاحبه عطاء على الاقل انني نطلب شويه الاخر، سواء من الزوج ام من الوالدين او من الخوت لغير ذلك. الطرف الاخر اللي شافني ان صاحبه عطاء يفكر نعطي، لان المراه العربيه أتقول وانا حشومة نطلب منهم الحب ولا العاطفة، أنا الله خلقني. والمثل اللي كيقول أنا شمعة تحترق من أجل الآخر، رأيت مؤخرا أنا أرى كتحبط الإنسان كتطيح منه، أنا مش كنحترق من أجل الآخر، أنا كنحتاج أيضا من أجل الآخر ناخد. إلى جينا نمثلو بالبتري، والمرأة أجمل من أن تشبه هذه بالطارية، لكن البتري ديال الطوموبيل نحب كيوقف كيبقى يعطيك، وإن فاكي يوقف صافي يهزك الماء، يعني شوف تبدلو ولا تشوف باش كيف، يعني انا خصني ناخذ باش نعطي ما هو اجمل. راه ما كاينش واحد غير كيعطي،
حتى التالي غنولي نعطي بجفاء ونعطي بالتأفف ونبقى نشكي، وانا اللي كندير لكم وانا كنفعل لكم، وانا علاش مين جات الشكوى؟ جا انني لا اخذ. اذا وانا فاهمه فنيت، ما انا خصنيش فنيت وانا عمري عندي عليكم كامل، وانا درت وعطيت صحتي وشبابي هكذا. كره المرأة خلقت للعطاء، هذه الرجل عنده أنانية، مع احترامي لكل الرجال، الرجل عنده الأنانية. كنشوف غير في الطبيلة فاش كنكونوا جالسين، الأم كتجي دير شي حاجة في فمها كيقول لها الابن اه ماما زوين داك الطريف، ولا هاك ولا حقها تخبيه لون. لما الرجل يأكل كياكل الحصة ديالو، كيمشي كينعس كيدير لاسيست ديالو في الليل كينعس. مع احترامي لكل الرجال، هذه فطرة، راه ماشي كنعيب، هذه فطرة خلقنا عليها. المرأة خلقت للعطاء، الا ان الرجل او الاخ او الابن خصو يفكر ان ديك المراه يعطيها، يعطيها حتى هو، لان خصني ناخذ، خصني نتشحن. ما كاينش كما قلت شي بطاريه ما كتشحنش، الفوا ما إذن كتشحنها. لا يمين لا يسار، يعني الوسط يكون أفضل. الوسط، والدين دين اعتدال، انا ما نكون لا من هذا الطرف لا من هذا الطرف، نحاول نرضي الطرفين الاخر، لكن خصني نتشحن حتى انا بالحب، ونتشحن حتى انا بالموده وبالاحترام، باش نعطي الجميل. إذا استقبلت الجميل حتى ما نعطي الجميل. أستاذة أم آدم، واحد نعم. الملاحظة اللي كنلاحظوها ورسالة الآن وصلتني وبغيت نفرقها معك، هي نعم. جات كذلك للأستاذة رحاب، ولكن ما فيها بأس أننا نفرقوها احنا اليوم. قبل ما نطرق لها، اش ظهر لك في البنت؟ وهاد الظاهرة ولات عندنا هنا منتشرة بزاف هنايا في بلجيكا. البنت ملي كتزوج وكتولد كتولي ديما معولة على امها، في الحبالة ديالها، في الولادة ديالها، تقابلها إلا بغات مرض الولد خصها تجري تعيط لماماها تقول لها جي شوفيه، ولا خليه عندك، ولا بغات تسافر كتخليها عند ماماها. لكن وهاد الأم كادت تدير هاد الشيء كامل، لكن ملي كيجي مثلا شي مناسبة ولا شي حاجة، ما كتلقاش ديك البنت كتفكر في امها، كتفكر فقط فرنسا، ما كتبقاش عاقلة على امها ان راه قابلتها في الحبالة ديالها في هذه في هذه في هذه، ما كنفهمش انا هاد الدائرة، كيفاش هاد البنات كيفاش كيفكروا انه واش هي أنانية ولا شنو هي؟ هذه جفاء. هذه الام كما قلت لك فاش كانت كتعطي، ولفت لهم انها كتعطي صاحبه عطاء، فكتاخذ. هذه هي المراه العربيه المسكينه، يعني ما انا ما كنفكرش انني نطلب من ولدي واحد النوفيه ولا شو. انا من 8 ل 9 انا ماشي ديالكم، انا ديال راسي، كنمشي كنتحمم كنعطي. انا من 7 ل 8 ماشي ديال، انا كنمشي كندير الرياضه كناخذ. حتى انا بغيت ناخذ، انا نحتفل بنفسي وجيبوا لي الهدايا، ما فيها باس انني ندير واحد الحصه ليا انا. وكيتعلموا كيولوا كيحترموا، اذا لاني كانوا تا ديباسي، يعني كيوليو كيقولوا هاد الوقيته ديال الام، هاد الام. اما هما الا ولفوا انها غير كتعطي، فاش كتبقى ما كيتحملوش بعدا المسؤوليه، ما كيكونش عندهم حس بالمسؤوليه او احترام هذاك الشخص اللي كيعطي. فكيوليو كيكبروا كيلقاو راسهم شكون انا عندي الوالده، وكيبقاو فيا صراحه النساء اللي هما لعبوا دور الام وتقنوه، وكل اجر كل اجر اللي هم تقنوه، وكيعاودوا يلعبوا دور الجده، يعني ما كنراحه فوقاش غيرتاحوا، يعني كيوليو غير عطاء في عطاء في عطاء، فما بقات شي شمعة تحترق من أجل الآخر. هذه رسالة نقسمها أنا نعم وياك ويقسموها معنا كذلك المستمعين، لأن هذه السيدة حقيقة أثرت في أنا بعدا شخصيا. الأخ شاطر، الأخت رحاب، السلام عليكم ورحمة الله، أرجو مساعدتي في عمل تحليل نفسي أو اختبار نفسي، لأني أشعر أني غير طبيعية، أم غير طبيعية، أنا غريبة الأطوار، ما كنبغيش ولادي، ما كنبغيش حتى واحد في الدار، انا كنعرف قررت نفسي انني كنبغيهم، ولكن قدامهم ما كنظهرش لهم هاد الحب نهائيا. المشكله ديالي انني كنتعامل معهم بعصبيه شديده، ما كنعرفش نتعامل معهم بالتي هي احسن، الضرب فيهم دائما، وكنبغيهم يلتزموا بالاوامر ديالي، وكنغضب بزاف الى خالفوا الاوامر ديالي، حتى من الزوج ديالي، يعني عندي مشاكل كثيره معه، وما كنعرفش كيفاش نتعامل مع ولادي والزوج ديالي. كنعرف انني وخاصة الولد، هي مشكلة فيا وما عارفاش كيفاش نحلها، ما كيبغيوش يسمعوا كلامي، ما كيتصنتوش ليا، ولاو كيعصوني، وانا كنزيد نتعصب اكثر وكنكرههم اكثر. بغيت نكون رحيمة بهم ولكن ما قدرتش. كنعرف ان الانانية يمكن كتغلبني، وكنحب نفسي اكثر ما كنحب ولادي وكنحب زوجي، نتمنى نلقى حل، شكرا لكم. صراحة رسالة مؤثرة، وأصعب شيء أنك تعيش يعني واحد الشخصية تمشي.
هي كتعيش انا راه كتعرف بانك تحب ولادها، لكن هناك اللي كيخليها انها ما تعانش داك اللي كتحس به. فهنا ربما اي جلباب لبست، هي ربما لبست جلباب يعني ديال الشخصيه ديال امها كيفاش كانت كتعامل، او كان يعني بعد واحد ظروف نفسيه ولا. فانا كنصح يعني انها تشوف طبيب، وكان دورات الاخت الحبره كتعرف ذلك، وانا ايضا مشيت بديت كنحضر يعني في الدورات كيفاش نتعامل مع، كيفاش انا نسمع ولدي وكيفاش انا نتعامل مع ولدي. ما فيها باس، لكن كنقولوا بان باش كتصبح ام مؤجره هو مشروع، كتمشي كتقرا كيفاش كتعامل، لان حنا راه خلق في زمن غير زماننا. انا خصني نامره هو يدير، انا خصني نتعصب عليه هو يخاف، انا خصني لا، راه هما في زمان اللي كنا فيه. انا كنصحها انها تمشي تشوف استشاري نفسي، ربما تكون عندها عقده نفسيه، ربما انا يعني رايي الضعيف ربما تكون عقده نفسيه، ربما كتقمش شخصيه الام ديالها اللي كانت كتعامل بنفس الطريقه فهي تعامل. انما ستوب، يعني كاين واحد الحد، بركه ما تظلمي وليدات الزوج ديال اكثر من هكا، دوك سيري ترقي البيبان، والله ان شاء الله غادي 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 يفرجها وغادي يشوف الحل. كوني إذن على باش يقين ان شاء نختم الله. أنا وياك ونخليو كذلك نسمعوا المستمعين، في نظرك إذا خص هذا الأمر هذا ما يكونش كيأثر علينا، ما نعطيوش كثير وما نكونوش أنانيين وكنبغيو نفوسنا كثير، يعني نكونوا وسطيين. نعاودوا نكرروا هذا وسطيين ومعتدلين، وسطيين ومعتدلين. ومعتدلين كما الله سبحانه وتعالى أمرنا، أعطي وخذ وبالقياس وربي معنا. شكرا شكرا وصباحكم جميل شكرا ونهاركم مبروك. شكرا لك السلام أستاذة عليكم. أدم. إذا كانت هذا التدخل الأول ديال الأستاذة أم أدم، نتمنى نسمعوا أكثر المستمعين والمستمعات كذلك رأيهم حول واش هم مع أو يعني أي طرف أنتم فيه مستمعي الكرام، واش كتبغيو نفوسكم أكثر ما كتبغيو والديكم وولادكم وحبابكم، أو كتعطيو حياتكم كلها لولادكم والأزواج ديالكم وكتنسوا روسكم، من أي طرف أنتم؟ غادي نسمعوا الجواب طبعا من عندكم أنتم أعزائي أعزتي 078-077-088 أو الرقم الثاني 02-880-63-30. مرحبا بكم. أهلا بكم من جديد أعزائي أعزتي والناس اللي تلحقوا بنا الآن لاستماع الموضوع ديال حلقة اليوم. أش من فئة كتنتمي أنت، الفئة الأولى ولا الثانية؟ أي الفئة اللي كتعطي بلا ما تأخذ، كتعطي بدون حساب، على حسب السعادة ديالها، على حسب شبابها، كتفني عمرها من أجل الآخر. كما قلت قبيلة، كتلقى ناس هنا في الخارج الهم ديالهم هو يخدموا ويدمروا ليل ونهار باش يصيفطوا الفلوس يساعدوا بهم ناس اخرين، على حساب الصحه ديالهم هما، على حساب شبابهم، على حساب العمر ديالهم، كياخذوا الدل والحقره وكيصبروا التماره باش يجمعوا الفلوس ويصيفطوها للاخر يتمتع بها، وهم ضاربين تماره. هنا كثير من الناس كيعيشوا بهذه الطريقه، هذه كيعيشوا للاخر. هل أنت عزيزي المستمع من هذه الفئة أم من الفئة الثانية اللي كتقول لك اللهم ارحمني عاد ارحم والدي، أنا كنعيش حياتي لي أنا أولا، لأن النهار اللي تخطاني صحتي ما غينفعني حتى واحد، وبالتالي ما غادي نخدم إلا حتى نسعد راسي أنا الأول عاد نشوف الآخر. يعني دائما عنده نفسه وهي الأولى، كانوا ولاده ولا كانوا والديه ولا أخوته، المهم هذه الفئة دايرة في البال ديالها أنها هي أولا عاد الآخر. يقول لك أنا ومن بعد الطوفان، إن فئة كتنتمي لها عزيزي المستمع؟ واش الفئة اللي كتبغي راسها بزاف، اللي كتهتم براسها هي أولا وقبل كل شيء، أم من الفئة اللي كتضحي من أجل الآخر بلا ما تأخذ؟ واش في نظركم أولا واش هذا عدل؟ نسمع الرأي ديالكم 078-077-088 أو 02-400 أو 02. يلا مشات 880 63 30.
ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. حياة، أهلا لله حياة. كداير لاباس؟ كداير الحاجة؟ لاباس عليك. يعني ربي يخليك. الحمد لله. من أي فئة أنت؟ واش من الفئة الأولى ولا الثانية؟ واش الفئة اللي كتبغي راسها بزاف وعاد كتشوف الآخرين من بعد إلا بقى لها شي وقت، أو لا من ديك الفئة اللي كتعطي تعطي 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 بلا حساب؟ وهذيك هي اللي راني فيها انا يعني، ديك الفئه اللي كان الفئه اللي كانت تحتي 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 حتى لقيت راسي طخ طخ مو ولو بروبليم، وليت شويه فقت شويه مع راسي، نفضت شويه راسي، اللي وليت عاوتاني حتى لو بوان ديبار، وليت عاوتاني كيما كنت باش نشوف شي واحد كيبقى فيا. كان اون فيت ماشي ما غاديش نقول لك البراني، لا فامي ديالي زعما ديال لا فامي ديالي. دونك انايا ملي جيت هنايا لبلجيكا وداك الشيء، بقيت كانت با الله يرحمه تزوج وهذا، بقات ما واختي وولدها، ولدها كان صغير وداك الشيء. دونك كلشي اللي كنت نخدمه كلشي ليهم، كلشي ليهم ليهم. جات ان سيغتان وصلت حتى ملي بقيت نبغي نتزوج، كي ما الله يرحمها، الله يسمح عليها مسكينه، نقول لا فيغيتي ما غاديش نكذب، ما الله يرحمها، بحال اللي دارتني انايا راجل ديال الدار، خوتي تزوجوا بقاو مع رجالتهم مع عيالاتهم اللي يحكموا فيهم وداك الشيء. دونك بقيت انا اللي حاصله، ولكن واخا عاد كنت نديرها نديرها زعما بليزير كبير بحال الحق ميتي، كنقول الله يرحمك ما يحسنين. ومي كنت نبغي نتزوج عيط لها كنقول لها ما راه خطبوني ها كيفاش وكل شيء، وتقول لي ايوا من غادي تخليني ولا من غادي تخلي ولد اختك واختك وهكذا. بقيت هذيك حتى جات ان سيغتان طون، حتى توصل الناج ديال عمري تفوت 35 تفوت وصل 38 يكون عندك ريسك، ريسك ديال واش تولد ولا ما تولدش ولا وهذه هي. بقيت هكذاك نقلب على راسي، لقيت راسي سي تخو طاخ، ما يرحمها ماتت، وكل شيء تكب لي في الرمله، بحال اللي ما درت والو، بحال اللي ما درت. دابا راني فكرتها راه ولا لي ذاك الفيلم بقى كيدور عليها هكا، كل شيء ذاك الشيء اللي درته، كل شيء ذاك اللي هذا مشى لي باطل، بحال اللي ما درت حتى شي حاجه، بحال اللي كلشي خواويلي زعما مشى لي باطل. وصافي وقلت معليش، ومع ما تما وداك الشيء، وليت عاوتاني قلت سون بون غادي نمشي، انا غادي نفض راسي ولي نتلاقى مع راسي، ندير مع راسي، ندور مع راسي، ودرت مع راسي سي فغي. وليت عاوتاني من دابا وجديد، عاوتاني شفت اختي طاحت واحد لو بوان عاوتاني اللي ماشي هو هذاك، عاوتاني وليت من دابا وجديد، وراني عاد باقيه فيها. ما دابا انا المشكل القلب ديالي في شكل، ما نقدرش نشوف واحد الانسان طايح وكون محتاج لي وداك الشيء ونخليه، هذا هو المشكل. والحاجه اللي كنت كنسمح في راسي شي من بعد المرات، لا ولكن دابا راه ضحيتي بزاف وسمحتي في راسك، وضعتي بزاف ديال الحوايج، وضعتي حتى في الامومه اللي كان خصك تعيشيها، وكما قلتي لقيتي راسك كل شيء مشى في الرمله. واش اليوم بكل صراحه للحياه، بكل صراحه واش اليوم كتاسفي على داك الشيء اللي داز؟ زعما بارابور مين كانت ماحية والله داك الشيء زعما لا ما لا ما ما نغريتيش على داك الشيء اللي درت لما الله يرحمها، ما كانت هي زعما، ولكن اللي زعما كيبقى فيا من كنولي ندور الكاسيطه كنلقى كنقول لراسي علاش انايا، علاش يعني خوتي خواتاتي كلشي زعما حيدوا يديهم وخلاوني انا، وفي الاخر ملي جيت ندوم عندي حقي يعني بحال ما كانش عندي حق، بحال اللي مشيت سي با ما قديتش نفهمها لك. دابا لو كان غير الانسان يعترف لك بداك الشيء، داك الشيء اللي درت معليش وما ماتت الله يرحمها ما كانش اللي غادي يعترف لي. دونك يعني كلشي بحال اللي كلشي كبيته في الرمله، وبحال اللي ما درت والو، ومن تفكر يقول لك لا اشنو درتي اشنو درتي، هذيك سي فغي هذيك ما، ولكن ماشي ما بوحديتي او لا لا. الرجال عندنا الرجال تبارك الله قداش، كان خويا خدام اديدون تشيف ديال لي جوندارم، خويا الاخر خدام في البلديه، يعني مرته خدامه عاوتاني، يعني يعني بحال مين شافوني انا في الاخر. خلصتي بوحدك؟ وفي الاخير خلصت بوحدي، وفي الاخير لو بروبلام خويا شاطر من يقول لك هذه زعما راني سمحت له، الله يسمح لي خويا الكبير، راني كنت حكيتها لك هذه شحال، اللي تي فريمون ايغويست، انا كيفكر غير خلاص نفكر. نهار اللي هضرت معاه قال لي ربي يحرمك من الاولاد، ايماجين توا يجي خوك اللي انايا زعما ساكريفيت حياتي بوغ
بوغ مايتو وانا فيجي يعايرك بهذه ما عايرونيش الناس البرانيين وعاير خويا قال لي ربي يحفظك من الولاد هذا خطرايت وقال لي سمحي لي انا انسان حلو الدنيا والخيره ولكن صافي ما علاش انا تحرمت من الولاد لحقت انا وكان تزوجت من كانت عندي 20 22 25 انا حتى فوت 30 عاد تزوجت لو كان في هذيك الوقيته حتى لو كان درت ولادي كان ربي ما غاديش يحرمني من هذيك ولكن معليش عند الله سبحانه وتعالى كل شيء عند الله سبحانه وتعالى غادي نلقاها قدامي حسبي الله ربي ما غاديش يحرمني غادي نلقاها قدامي والدنيا فايته حاجة ما غادي تبقى في الأرض كل شيء غادي يمشي وحنا غير ضياف أكيد عند ربي العالمين غادي شكرا حياة شكرا ربي معك الله يوفقك الله يوفقك آمين دائما حقيقة يعني فيما كتكون يعني مواضيع حساسة كنلقاو ناس عطاو وكيعانيو ولكن ما كيلقاوش على الأقل غير كلمة شكر في حقهم يعني ذكرتنا القصة ديال الحياة بالقصة ديال الأخت اللي كانت دخلت في إحدى الحلقات وقالت أنها ضحت كانت يعني على وشك أنها تضحي بولادها يعني فرطات في ولادها ما بقتش كديها فيهم وما بقتش كديها في رجلها حتى وصلوا للطلاق من أجل خوها باش يوقف على رجليه في الكوميرس ديالو لأنه كتقول خويا ما كينش اللي عوضوا لي إذا مشى الرجل يجي رجل إذا مشوا الولاد يجوا الولاد يعني هذا المثل اللي كان عندنا المغربي اللي كيتقال لكن خويا ما كينش اللي عوضوا لي بالتالي ضحات بسنين من العمر ديالها وفي الأخير خوها اللي ضحات من أجله هو اللي لقت منه كلام العار وهو اللي قال لي شكون قال لك لا عاونيني ولا وقفي معايا كاع إذا نبقاو في الموضوع ديالنا ونشوفوا الحالات من عند المستمعين والمستمعات واش كتبغي راسك أكثر من الآخرين لدرجة أنك أي حاجة كديرها لراسك أنت وعادي لبقى لك شي حاجة كديرها للآخر أم أنت بحال الناس اللي سمعنا القصص ديالهم أنت ذاك الإنسان اللي كيعطي ديك الشمعة اللي كتحرق من أجل الآخر إلى أي فئة كتنتمي نسمع الجواب منكم أعزائي أعزتي كيف العادة 078-077-088 أو عبر الرقم 02-880-63-30 رسالة كتقول السلام عليكم الأخ شطير بلا ما نكذبوا على أنفسنا الكثير فينا ما كيعرفش كيفاش يعطي ولا كيفاش يأخذ يعني احنا غير صيقين إلا جاي يعطي كيبقى يعطي ما كيوقفش تكيلقى راسو تهلك وفي الأخر كيلقى راسو بوحده أو باش يأخذ ما كيعرفش يأخذ إذن شنو المعمول نسمعوا الجواب من عند المستمع والمستمعات كيف قلت ونشوفوا إلى أي فئة كنتميو واش الفئة الأولى ولا الثانية وعلاش ألو السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله إذا كان ممكن نقص شوية الراديو باش نسمعوكم زيان واخا شكوني معايا أنا أمينة لا أمينة مرحبا بك ربي يخليك إلى أي فئة إلى أي فئة كتنتمي يا أمينة واش الأولى ولا الثانية واش المجموعة أنا كنتمي على ما أظن الفئة اللي كتعطي كل شيء وما كنتنتظرش شي واحد ياخد ما كنتنتظرش يعطيني شي واحد شي حاجة علاش أمينة ولكن هاد الفئة هذه كتكون مضرورة بزاف 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 ومني كتعرفوا أنه هناك ضرر علاش كتنتميوا لهاد الفئة هذه وكتعطيوا بزاف بلا ما تاخدوا بدون شعور بعض المرات بدون شعور واحد ما كيبقى فيه كما قال السيده اللي قبل مني كيكون كيبقى فيه اللي قدامه كيكون عنده قلبه هشيش كما كنقولوا ولو على حساب الصحه ديالو على حساب شبابه على حساب العمر ديالو كيمشي
ما كيبقاش يفكر، ما كيبقاش يفكر. ناخذ من مثلا في البلاد ديالنا، الا بغيتي في البلاد هنا في بلجيكا، الا بغيتي تقوم بولادك مع الضغوطات النفسيه اللي كاينه، ومع الاغراءات اللي كاينه للوليدات، ومع دي وجيب، هل لاكتيفيتي، هل خصك طيب ليهم، خصك يعني ما كتلقاش الوقت لراسك، ما كيبقالكش الوقت لراسك. الا بغيتي تعطي الاهتمامات للوليدات وتعطي الاهتمامات لدارك، ما كيبقالكش الوقت اللي كنتي. يعني كإنسانة كتبقاي صافي، إلا لقيتي واحد لقيت مع 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 الحباب ولا مع هذا، صافي كيكون كافيك. ولكن بحد ذاته كيعطيك ضغوطات، كيخليك في ضغوطات، كتبقى غدا يوميا يوميا. كما قالت واحد السيدة، أنا كنت شعلت الراديو، كانت قربت تالي، كتولي تتعطي ولكن بعنف، كتعطي وانتي بزز منك، حتى كتدخل يعني في واحد الحالة ديال ديبرسيون، يعني كيولي داخل اللي ما كتقدريش تخرجي فيه، ما كتبقايش تقدري تخرجي، صافي كتولي بزز منك. اذا انت من هذه الفئه هذه؟ انا من هذه الفئه، واخا نبغي نخرج دابا من هذه الفئه، وصافي وليت كنحس براسي عييت، وليت كنحس براسي كنعطي وما كنلقاش المقابل، ليا ما كتلقاش حتى المقابل، ما كاين حتى كلمه شكر. ماشي اسمح لي، ولو حتى كلمه شكر يعني؟ لا، كلمة شكر موجودة الحمد لله، ولكن لا من الزوج ديالي ولا من يعني الحق يقال، يعني كيوقف بجنبي، ولكن بحكم الشغل ديالو كيجي معطل نهار العطلة ديالو، كيخرج الوليدات، كيدير معاهم حتى هو دي زاكتيفيتي، ولكن مع الوليدات كيكونوا شوية صعابين، كيكونوا عندك صغارين متابعين، كيكون كطلب منك مجهودات. هاد الوقت مع الولاد الصغار كيطلب المجهودات. لا أمينة، ايه مني كتشوفي شي امراه ما مسوقاش، مشغولهاش، مديها غير فراسها، عايشه حياتها ليها بوحدها، ما كيهمها راجل، ما كيهمها ولاد، ما كيهمها حتى واحد، اش كتقولي في راسك؟ واخا نبغي نولي لحالها ما نقدرش. كتقولي هاد سعادتها واش بردت القلب ولا هي عايشه؟ لا مرات انا والله الا وليت كنقولها بعض المرات ضحكوا عليا، وليت كنقول علاش ما كنتش بردت القلب؟ لان الواحد عندنا حنايا الوالدين والله لا بصح كنقولها بعض المرات، وليت كنوصل لواحد الدرجه كنقول علاش ماشي انا بردت القلب، وعلاش انا خصني غير نجمع ونطوي الدار، وخصني كل شيء يكون مزيان، ووليداتي من يجيو يلقاو كل شيء مزيان. كنولي في صراع في صراع في صراع، باش مين يجيو خصهم يتغداو في الوقت ويخرجوا لاكتيفيتي في الوقت وندير معاهم الدوار في الوقت. يعني كنولي كوم ان ماشين ما عندهاش نون ستوب نون ستوب. وهذا كان يعني هذيك الفئه، هذيك الفئه الاخرى عايشه ترونكيل مع راسها، عايشه هانيه مع راسها، لا ما كنظنش عايشه ترونكيل، ما كنظنش شي اي واحد يكون سبحان الله الكمال لله، شي هذاك اللي غيكون بارد القلب كما كنقولوا، راه غادي يوصل واحد الوقت غيكون عيا من راسه، غيبغي حتى هو يبغي يعطي، يا اما غير قاسي تخوطاخ، ويا اما وحتى اللي بغى ياخذ، حتى اللي بغى ياخذ ما غيلقى على العطيان، وحتى اللي بغى ياخذ ما غيلقى ما ياخذ، لان ما غيلقى ما ياخذ، ما عطاش باش ياخذ. هاد العطاء كنترباو معاه، حنا تربينا من عند والدينا كنعطيو، من عند والدينا الشيء، واخا نعاونوا غير الجيران، واخا غير نسخروا في بلادنا، حنا كنا اضعف الايمان، نديو غير نوصل للفران. خليك معايا، غادي نشدك معايا، ما سخيتش بك، غادي نشدك معايا، نمشيو الفاصل في ساعه، نمشيو الفاصل في ساعه ونرجعوا. نرجع لك للا أمينة، كيفاش قلتي يعني غير توصل الخبز للفران؟ ما تربينا في الاحياء هكا، كنا كنتسخروا الجيران، عندنا كل شيء خالتنا وكل شيء امنا، يعني كنعطيو بلا هذاك الشيء كتربى معك من الصغر. ولكن كان هذيك نعم للا أمينة، انا متفق معك، كانت هذيك العيشه الا لاحظتي كانت اخذ وعطاء غير ما بين الجيران. مثلا اليوم عندك حفل، عندك عرس، ولا عندك مأتم، ولا اللي كان، كتلقى كلشي جيرانك واقفين معاك، كلشي محزم، كتسكري القاعه بعدا، يمكن ما كاين لا قاعه لا والو، كاين الزنقه، وسد الزنقه، دير الكاشه من هنا، كاشه من هنا، خرج العبانه ديالك، اعطي المخاد انت، خرج انت السدادر، يعني كلشي كيرحل، وكلشي كيعيش
بحال اسره واحده، شي كيعطي وشي كياخذ في نفس الوقت. اليوم ولينا كنلاحظوا على الامينه انه يا اما هذه الفئه كتعطي حتى ما كتلقاش، ما كاينش فران باش توقف، كتبقى تعطي تعطي كما قلتي حتى كتوقف في النهايه الحياه ديالها، يا اما كما نقولوا هاد الناس هادو اللي ما هماش هنا. اولا كيقول لك اللهم ارحمني عاد ارحم والديا، ولكن السي شاطر اللي مولف ومربي على العطاء ما يقدرش يحبسه، واخا لو كان يديروا فيه الناس اللي داروا غتبقى عنده ديك المحنه للعطاء. اي ولكن بعض المرات لا امينه راه انت كتسمعي، يعني كاين الانسان اللي كيضحي مثلا باعز حاجه اللي كيتمناها الانسان الوليدات. احنا خصوص سبحان الله فينا ميزه، احنا خصوص كمغاربه فينا هذه الميزه اكثر من الدول الاخرى، من دول العالم يمكن كامل، لانه مؤخرا ولينا كنسمعوا العطاء والكرم ديال المغاربه كيتضرب به الامثال، ما قالوها الشيوخ ونطقوا بها الشعراء، وما خلى اللي يعني احنا سبحان الله الكرم يعني والعطاء طينا ديالنا احنا اوكي، ماشي كل شيء ولكن الأغلبية. الأغلبية الحمد لله على الأغلبية، الحمد لله الحمد لله على الأغلبية اللي احنا فينا، يعني كتلقى راسنا كنفكروا لحد الآن طول المدة اللي أنا عايشة هنايا عمري ما فكرت وشفت الناس كيفكروا حتى الولاد الجيران، يعني كتبغي حويجات كتقول في سبيل الله غنديهم الفلانة بعيدة عليها، ماشي لا هي من العائلة المقربة ولا من الخوت ولا يعني العطاء عندنا على مدى على المدى البعيد. حاضر لاله أمينة، غادي نشكرك بزاف، تحية لك هذا الصباح هذا المشاركة ديالك معنا، وناخذ مكالمة أخرى قبل ما نمشيو الموجز الإخباري. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله سيدي كريم شاعر عربي، مرحبا بك. الله يجازيك بارك الله فيك. إلى أي فئة بعدك تنتمي؟ نشكرك على هذا الموضوع، عنده واحد العلاقة كبيرة مع نتاع البارح. الفئة قبل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، أخويا أنا تنبغي راسي صراحة. كنبغي راسي، تعجبني نبغي راسي تنمزح. شنقول لك؟ تحية للحجة حياة الله يجازيها بخير، وبغيت نعطيها واحد الكلمة، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، هذه راها خط الواحد يكون تعرفها، وقضية نتاع القدر، قضية الوليدات، الله يجازيكم ما تبقاوش تقولوا اللهم لك الحمد، راه ربما فيها خير، راه الله عز وجل ما عطانا شي واحد الحاجه الا وفيها خير، وما نعرف انا مثلا ما عطانيش الله الاولاد، ربما غدا يقنفني او لا انت الحاجه. لا هو ماشي مشكل الا ما عطاكش الله الاولاد، ولكن غير على الاقل هذوك الناس اللي ضحيتي من اجلهم وعطيتي الكثير حتى انك انت ضعتي في واحد الحوايج، على الاقل يعترفوا لك بالجميل، هذا هو اللي كيبغيوه هاد الناس. اي شاطر كاينه واحد الحاجه خص الواحد يعرفها، احنا المشكله راه كاينه في القران، قال لك ملي تعطي واحد الحاجه ما خصكش تسنى واحد يقول لك، فبري صافي بليزير، ولكن الا كنتي دايرها من باخلاص من عند الله عز وجل. اعطيك غير مثال، لا كريم اعطي واحد الصدقه، اعطي واحد الصدقه لوكور والله العظيم، خلي غير واحد يدوز في الطوموبيل، في الطوموبيل انت واقف وتخلي واحد تيدوز كومون تي سون، تتحس واحد لو كور الي اون تران دي ديجاجي واحد 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 الماده، وراه فرزات سميتو اكدوا عليها العلماء بان راه لو كور راه ديجا الي ديجا راه عنده واحد البينيفيس، هي سيفري صافي مالو كور، ومن هذا الباب لان ما بقالكش الوقت من هذا الباب تنشكر العطاء، لان الشكر هو ضروري من الشكر، ولكن انا تنشكر خواتاتي البنات الله يجازيهم بخير، لما داروا فينا واحد الخير ضحاو شبابهم والله يجازيهم بخير، والاستاذة حفيظة اللي تنقول لها راكي تتبالغي بزاف بزاف ديال صحتك، هذه رسالة للزوجة ديالي لأن تديها بزاف وليداتها، أنا شوية أنا بين الوسط لأن هذا رأي ديالي، أنا شوية تنديها لأن في آخر المطاف ملي تديها في صحتك راك تطول
العطاء ديالك ولو انه تيكون ماشي انا مضطر باش نقطع انا وياك لانه وصل الموجز الاخباري. تحيه ليك يا كريم. تحية. شكرا. نتمنى نعاود نسمعك من بعد. غادي نمشيو للفاصل ثم موجز اخباري. مستمعي الكرام، العشرة وخمس دقائق باستوديوهات عربية، الجزء الثاني من برنامجكم اش ظهر ليك. نمشي وناخذوا المكالمات. نذكر بالارقام الهاتفيه 078 077 088 او 02 880 63 30. موضوع حلقه اليوم، واش كتعطي اكثر من حياتك او انت الاول عاد الاخر؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سي محمد كيف صحتي؟ الله يبارك فيك يا سيدي محمد، مرحبا بك. كلشي مزيان اخي محمد؟ الله يجازيك بخير يا سيدي محمد. ما عرفتش كيفاش نشوفوا الحياة اللي عشتي، واش عطيتي اكثر ولا خديتي نتايا وعاد عطيتي؟ اش من فئة كتنتمي لها سي محمد؟ ايوا خدي سي محمد، هو اولا بعدا اللي كيعطي وما كياخذش هو الله سبحانه وتعالى، هو اللي كيعطي وما كيتمناش. لا والله كيعطي وما كيتمنى حتى واحد يعطي له، هو الله سبحانه وتعالى. اما احنا البشر، احنا خلقنا الله سبحانه وتعالى في الدنيا باش نتعاونوا مع بعضياتنا، نشدوا نعطي اولا بعدا كنشدوا، لان احنا كنا فقراء. اخذ وعطاء، يعني دائما الاخذ وعاد العطاء. دائما لا يمكنش لان واحد يعطي واخو ما يعطيش، هذا ما كايناش، هذا كيكون اللي ما كيعطيش كيكون فضي. لا اول احنا بعد ملي خلقنا كنا صغار، ما كناش كنعطيو حنا، هما كانوا كيعطيونا. لان هاد الوالدين اللي كنهضروا عليهم بزاف والناس غالطين فيهم، هو اول حاجه من نهار كيخلق له الولد الله سبحانه وتعالى يعني كيجعل له المحبه في قلبه. كنا صغار كنا غير كناخذوا. ايوا عاد كنا كنعطيو له، كنعطيو له صاح وكنعطيو الصداع وكنعطيو المشاكل، ما كنعطيو والو. هادشي اللي كنا كنعطيو. وملي كبرنا وصبحنا لاباس علينا وخدامين وهذا، خصنا كيما عطاونا الوالدين ديالنا نعطيو الوالدين ديالنا ونعطيو لولادنا، لان داكشي واجب علينا. ولهذا اخي محمد وما الناس مقسومين على ثلاثه. كاين الناس اللي ما عاطينهم الله الفكره والحكمه كيكونوا عايشين صالحين بخير، هذوك ما نهضروش عليهم، مستوى عاليه في الماده ولا في العقليه ولا في العلم ولا في المعاملات، هذو ما نهضروش عليهم. وكاين واحد الطائفه الوسط، يمكنهم احنا شويه كنفهموا شويه ما كنفهموش نعطيو وهذا. وكاين واحد الطائفه مثلا اللي هما عايشين معذبين، هما هذوك اللي هما كيكونوا في الدين، لا علم ولا مال ولا خدمه ولا، هذوك الله يكفلهم العون. اما الناس اللي هما الوسط خصهم يعرفوا كيفاش يتمشوا، تكون عندهم حكمه، لان ماشي عندك اب او تمشي تصدقها كاع كامل ولا تعطيها لعباد الله كامل ولا لولادك كامل، خصك تعرف كيفاش تمشى. قلت لك البارح خص الواحد يعمل يعطي واحد القسمه يخليها لولاده، وواحد القسمه يعيش بها عاود يشوف كيفاش مع الطوموبيل مع السكنه مع هذا، وواحد القسمه خصو يخبعها لواحد الوقت، لان يمكن غادي يوقف عليها، لان هذه الدنيا هذه احنا ما كنتيقوش اليوم صحيح ومزيان وخدام. سي محمد يعني هذوك اللي ما كيعطي والو كيبغي غير ياخذ، هو ما كيبغيش يعطي، هو ياخذ ماشي مشكل، ولكن باش يعطي لا. اخي محمد، هما الحيوان كنعطي لهم وكيعطيو له حتى هما. اما الانسان اللي كيكون كنعطي هما كيعطي لك شيء، هذاك الانسان مسكين كيكون عايش واحد العالم بعيد، هذاك الله يكون له العون، هذاك خصو الدواء، هذاك خصو الشفاء، لان الانسان لابد تعطي. شنو هو الدواء ديالو؟ الدواء ديالو خصو يتخلط مع الناس اللي كيعطيو باش يتعلم يعطي. اسمح لي غير واحد القصه هي يمكن مناسبه لهذا الشيء هذا، ملي جبدتي على العطاء. هذا واحد الانسان كان ناض، قال اذا كاين الوقت شويه اخي محمد. مرحبا بك. لا كاين الوقت. تبارك الله عليك، حتى انا يلاه وقت واخا ما كاين مشكل. كاين هذا واحد الانسان فكر، قال انا نوض غنصدق هذه الليله هذه. اي انسان يمكن كاين الناس اللي كيعرفوها، اي واحد اللي غنتلاقاه بالليل غنعطيه واحد اللي كتب الله في سبيل الله وغنمشي بحالتي. بالليل باش ما يشوفوا حتى واحد. ناض بالليل صبح حنا في الدو خرج، اول اللي غادي يتلقى واحد المراه، واحد المراه كانت ماشيه الفساد، كانت غادي تمشي مسكينه تدبر الخبز على راسها باش تجيبو لوليداتها. صبح عطى لها داكشي في يداها ولا بحالته. غدا في الصباح كيصبح كيسمع الناس بان كيقولوا شي واحد صدق على وحده زانيه. قال الصدقه دي ما كيجاتش. قال اليوم عاود غنعاود نصدق
اول واحد اللي غنتلاقاه غنعطي له اللي كتب الله في يده. ناض بالليل خرج وهو يتلاقى واحد صبعت له ديك النصيب، وهذا كان شفار. غدا ديالو في الصباح كيسمع الناس يقولوا شي واحد صدق على واحد السرق واحد الشفار، قال حتى الصدقه هذه ما كايناش منها. غنعاود الثالثه، النهار الثالث خرج بالليل وهو يتلاقى واحد واعتلوا اللي كتب الله في يده. غدا ديالو كيسمع الناس بان تيقولوا بان شي واحد صدق على الغني، هذا غني لاباس عليه ولكن ملي اعتلوا شد حتى هو. كتسمع يا سي محمد ياك؟ نسمعوك يا سيدي. هذا غني عنده الفلوس ولكن اخو مكلو اللي كتب الله في يده شدوا. شوف دابا هذا غني وباقي عاد خصو يشد. غدا في الصباح سمع الناس كيقولوا بان شي واحد صدق على الغني، قال لا حول ولا قوه الا بالله. ومن بعد بعث الله واحد الانسان، ماذا كل انسان في الصفه ديال الرجل، قال شوف اولا في المنام، قال له كل صدقه ديالك مقبوله. اول حاجه ديك الزانيه اللي صدقت عليها كانت غتمشي تزني، وديك الليله هذيك ولات الدار ديالها ما عملتش المشاكل، مشات بحالها تنضر، قبل هالك الله منك. عملتي فيها الخير كانت غتمشي مسكينه للزنقه، ولكن ملي حكيتي لها ديك اللي كتب الله جات بحالها تنضر عند وليداتها، الله يحسن العون، لان كل واحد ما كنعرفوش الظروف ديال البشر. قال عملتي مزيان. اما الثاني كان غادي يمشي يسرق، كان غادي يمشي يتعدى على شي واحد ولا يظلم شي واحد ولا غادي. قال له عملتي فيه الخير ديك الليله هذيك ولا بحالاته ما مشى هادي حتى شي واحد. اما الثالث اللي هي المعنى اللي النقطه اللي هي مهمه، قال له اما الثالث الغني اللي اعطاه الله المال اعطيتيه ديك الشيء هذاك، يقع الله وعسى هو يفكر بان الناس كيعطيو هو ما كيعطيش هو غير كيشد. فهمتي؟ قال له الله سبحانه وتعالى تقبل منك الصدقه ديالك، لان باش ديك الانسان اللي هو غني حتى هو يعرف بان كاين العطاء ماشي غير يشد. ولهذا الانسان اللي كيشد وما كيعطيش هذاك خصو الناس اللي كيعطيو خصو يراجع راسو شويه. هذه حكمه، هذه حكمه، هذه حكمه، حكمه مهمه جدا سيدي محمد، وغادي نشكرك باش ناخذ مكالمات اخرين. تبارك الله عليك، تحيه لك يا سي محمد، شكرا. هناك مثل جزائري يقول من عندي وعندك تنطبع ولا غير ما عندي تنقطع. مثل عربي جزائري كيقول كما بعث به الاخ. نتمنى للاخ الاولى الاخت اللي معي. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. نقصوا الراديو شويه باش نسمعوك. انا حيدته كاع. شكرا. الاسم كريم. سي شاطر، هذا سعيد ديال لكن. سعيد لكن مرحبا بك يا سيدي سعيد. نشوفوك اش من فئه كتنتمي وعلاش؟ ونقدر نقول بجوج. يعني انت الوسط كما قالت لاله ام ادم، خير الامور اوسطها كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا ما سمعتش كلشي بحكم الخدمه، لان كنزير كنليفغي كنرجع، يعني عندي بعض المرات ما كنسمعش كلشي. بون علاش بجوج؟ باسكو انا عندي دي زوبجيكتيف في الحياه اللي كيتخصهم واحد المبالغ ماليه، يعني كنحاول نجمع راسي باش كنديرهم. وفي نفس الوقت الى داك الشخص فعلا 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 يعني محتاج، نوقف معاه وما نتناش منه، يعني نوقف معاه بلا ما نتنى منه. باسكو انا كنامن بحاجه وحده، بان داك الرزق اللي عندي راه ماشي ديالي، راه ديال ربي، يعني انا غير واسطه. يعني انا ربي بعض المرات كيحطني في شي مواقف باش نعاون داك السيد ولا باش نعاون ديك السيده ولا باش نعاون داك الطفل ولا المهم، انا كنكون غير وسيله، لان كنامن بان الفلوس ماشي ديالي، واخا انا كنعرق عليهم ولكن راه ماشي ديالي، هذا الفلوس ديال الله سبحانه وتعالى، رزق مصيفطو لواحد اخر عن طريق ديالي. ربما نكون خاطئ، ربما تكون المعلومات اللي عندي غلطه، ربما هذا احساس عندي غلط، ولكن انا ندير هكا. ولكن كما تنقول لك ما تنساش راسي، يعني ماشي ديك الا عندي شي حاجه مهمه وفي نفس الوقت حتى شي واحد خاصه شي حاجه بيان سور نطبق راسي. سعيد انا سعيد. نعم سيدي. يعني غادي ناخذ مثل نديرو. اييه مع خوتك، مع ولادك، مع الزوجه ديالك، شكون كتعطيهم اكثر؟ وفي نفس الوقت انت قلتي كتكون من هنا ومن هنا بجوج، في نفس الوقت واش يمكن تسبق راسك انت الاول
عاد تشوفهم هما ولا تسبقهم هما الاولين عاد تقول نشوف نفسي. نعطيك مثال نرد عليك بهذا المثال بمثال واحد اخر. الى مثلا الله يحفظ بقدر ان المراه ديالي خصها دير اون اوبيراسيون ياك وخاصت لها واحد المبلغ الفلوس وانا في ذاك الوقيته لقيت واحد الهمزه ديال واحد لابارتومون نسبق لوبيراسيون على لابارتومون رغم ان لابارتومون مهمه لامبورطونس ديال العمليه اولى بلامبورطونس ديال الدار ولا ديال الطوموبيل وديال ولا ديال السفر يعني حسب الاولويات ماشي فوالا بما ان هي طاحت في ديك ليبوك اللي بغيت نشري فيها الدار فربي حطني في واحد الامتحان واش هذاك الرزق كتعتبره راه ديالك ولا راك غير تابع ما تقولش ليها ما استثمر دي غير دابا ملي لقينا لابارتومون ابسوليمون جامي لا لان تنقول ماشي هي ربي جاي حتى ديك الوقيته باش يمتحنني انا وهذا احنا عايشين غير في امتحانات على ما اعتقد ان الدنيا كلها امتحانات ربي كيمتحن اذا نفهمت انه خير الامور اوسطها انه الانسان يعطي وياخذ يعطي وياخذ باش هكذا تمشي الحياه مزيان بطبيعه الحال ما يكونش فيها غير عطاء بدون اخذ وما يكونش فيها اخذ بدون عطاء ولكن او ميم طو ما تعطيش باش تستنى تاخذ ما خصهاش تكون اخذ بدون اخذ يعني الوالدين اللي كيعطيو الان الوالدين اللي كيعطيو الان وكيقريو وكيكبروا وكيصرفوا بلا ما يتسناو مقابل ولدي غادي يكبر ان شاء الله وغيدير لي عنده بالنسبه لنا احنا المسلمين عندهم مقابل كبير باسكو الفلوس راه ربما انت ادرى مني في هذه القضيه شحال من ملياردير دار فايت وشحال من فقير بين ليلة وضحاها أصبح من أغنى الأغنياء. إيه ولكن حنا يعني دائما كنطمعوا في ولادنا كنقولوا الحمد لله إلا قرا ولا خدم أول ما غادي يخدم إن شاء الله غادي يبدا يتهلا فيا غادي يعطيني شوية من فلوس يدور معايا يشري لي إلا بغيت شي حاجة وحنا كنبداو ملي كنشوفوا وليداتنا خدموا كنبداو بحال باغي نرجعوا داك الشيء اللي كنا كنصرفوا عليهم. على حسب تشاطر كل واحد أنا ماشي من انا منك ماشي من داك النوع اللي تنقول باش نسمعوا ديك الله يرضي عليك وليدي سير الله يرضي عليك وحنا الحمد لله انا كنهضر على الشخصيه دي انا الحمد لله والدي ما كانوش محتاجين وكنعطيه وتيفرحوا كما قال هذا السيد دابا عطانا واحد المثال ديال داك اللي عطى الغني وعطى المفسده حنا والدينا الحمد لله ما محتاجينش ولكن كيفرحوا انك كتعطيهم يعني ربما داك المبلغ وما عطوا غير يمشي لهم غفله بغيت نقول راك تاو نعم بغيت نقسم مع المستمعين كاملين الرساله اللي وصلتني ووصلت الاخت رحاب من اخت مستمعه كتقول لك ساعدوني الله يجازيكم بخير القول حل أنا إنسانة غريبة الأطوار كنكره ولادي يمكن كنبغيهم في الداخل ديالي ولكن مباشرة أنا معصب عليهم دائما كنضربهم ديما كنغوت عليهم كنغوت على رجلي ما كنحملهمش يعني كنحس براسي أنني كنكرههم كنعتقد أن أنا اختصرت الرسالة بسرعة وبغينا باش الناس يلقاو معنا حل للأخت أم محمد اللي كتسنى منا القول لها حل. إيوا أنا من ناحية ديالي اختغرت تكثر من الصلاة والدعاء الله سبحانه وتعالى ما كنعتقدش أن شي واحد آخر اللي غادي ينفع عقد اللي خلقها فتكثر من الصلاة وتكثر من الزكاة وتكثر من الصوم ربما يكون غير شي حاجه عندها وربما قلت لك انا كنبغي راسي اكثر ما كنبغي ولادي انا احب نفسي اكثر من اولادي وزوجي ما الحل وشكرا لكم شوف شي مستمع اخر ان شاء الله حاضر سيدي سعيد تبارك الله عليك تحيه ليك سعيد نمشيو للفاصل ونرجعوا نرجعوا بسرعه وعندي جوج ديال المكالمات نحاولوا ناخذهم بسرعه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك سي كريم. تشكر سيدي يعقوب على الازليه ما شاء الله العبره
بالنسبه للراي ديالك قبيلة ما مع الاخبار نعم خير الامور اوسطها، هذه المسلمات. ولكن ما ننساوش بان خادم الرجال هو سيدهم، فهمتي؟ انا 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 جاو عندي ثلاثه ديال الامثله، يعني ثلاثه ديال المستمعين يعني قلبوها امثله شعبيه اللي هي في الصميم. مثلا المثل الجزائري قال لك من عندي وعندك نطبع، وهذا مثل كاين صداع عندك شويه سي كريم. لا غير ترندز حدايا، ترندز من حدك. هذا مثل، هذا مثل كنقولوا حتى احنا في المغرب، هذا المثل من عندي ومن عندك تنطبع، ولا غير من عندي تنقطع. مثل اخر كيقول لك اللي بغى دجاجنا يسمن دجاجو، ومثل اخر من عند سي محمد الودادي كيقول لك اعطيها الربيعه تعطيك حليبه. يعني اخذ وعطاء، خير الامور اوسطها، اخذ وعطاء. يعني جر جر، ماشي غير تجر من عندي تجر من عندي وفي الاخر نخرج انا. لا ضروري ضروري من الشكر، لان الشكر تزيد من غير. هو المشكل اللي عندنا استاذ، حنا ملي تنكون نعولوا على الشكر تنتالموا، راه شنا حالات. الى عولتي 100 ما خصكش تدير واحد الحاجه وما تسناش حتى شي كما ما تسناش الشكر. الى انت كتبع معايا دائما الحلقات، سمعتي الاستاذه رحاب قالت لك بعض الوالدين كيبقاو يعطيو 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 وفي الاخر كتقول لك وانا فنيت عمري كله عليهم، وانا شبت بحال اللي سمعنا البارح. فوالا فوالا، هو راه تنحيي من هذا المنبر الاستاذ محمد سعيد البارح. ربما بزاف الناس اللي ما فهموش، ولكن انا حسيت به. غير هو واحد القضيه نتاع الرياضه وداك الشيء، الرياضه راه تتربح بها اي سنين، ولكن سميتو ملي توصل تكون عجوز صافي راه توصل تتوصل راه تطيح تطيح. دونك ضروري الوليدات تطيح عليهم، فهمتي؟ غير هو قضيه نتاع العطاء، بغيت ناكد عليها ان الانسان اللي تيتسنى من العطاء من الاخر تيتالم. ها انت تشوف الحاجه حياه عطات حياتها، صراحه هي قصه حزينه وقصه اثرت فينا، ولكن وتتذكرنا حتى في خواتنا وذكرتنا في الضحيات نتاع، لان راه تشوف في المغرب انت كان الشباب ما تيتزوجوش، هي اغلبيه في واحد تتلقى خدام على عشرات الناس. هما هنا يا سي محمد سي كريم، اما هنا شحال من شاب وشحال من شابه امها بحياته لخوتو والديه في المغرب، هو كيجمع ويصيفط لهم، يجمع ويصيفط لهم، ما عايش حياته هو. ولكن حنايا بسيشيكم ما موجدينش راسنا، لانها انت تشوف الاستاذ حياه غير كلمه خوها قالها جرحها بابشع، يعني الكلمات اللي تتقص القلب وتتقصنا كاملين، قصنا كاملين. فهذاك ما خصش الواحد تدعي عليه، لان هذه كلمه الجهل. يعني الانسان كون كان واعي ومؤمن بالله ما خصوش، ولكن مع كامل الاسف صبر جميل والله المستعان. غير هو بالنسبه للاخت اللي قلتي على السيده اللي تتعامل مع ولدها بصرامه وبهذه بهذه، بطبيعه الحال يعني الام في الفطره شنو هي؟ الام هي الحنان، هي العطاء، هي الحب. ولكن إن فوا تتخرج على المسار تكون مسار غير عادي. فأنا النصيحة ديالي وهذه النصيحة المتواضعة أنها هذا مرض خصها تلجأ للاختصاصيين. هو ديجا كاين واحد الإشارة جميلة أنها لاحظت على راسها وقبل ما يلاحظوا عليها الناس، وربما لا يلاحظ عليها الأول هو الزوج ديالها، تعرض تمشي تزور الاختصاصيين، لان الطبيعه نتاع الام هو الحنان والعطف. ونتمنى لها الخير ويكون خير ان شاء الله. شكرا شكرا سيدي، تبارك الله عليك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ان شاء الله. مرحبا بكم سيدي، شكون معايا؟ معك هشام بيضاوي. اهلا سيدي هشام بيضاوي، مرحبا بك سيدي هشام. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. كيفاش حضرت غادي نقول لك على الموضوع اليوم؟ هو الموضوع شويه شيق. غير هو الانسان خاصه
خاصي يفضل يعيش عيشه معتدله، فهمتي، يفرق ما بين ما بين ما بين الحوايج، ما بين حياته الخاصه وليداته وعائلته. بالنسبه للعطاء، العطاء انا كنظن العطاء الا كان في الخوت والوالدين راه ماشي، راه ماشي شي حاجه يعني. بعدما الله سبحانه وتعالى راه صانع العطاء بالنسبه للوالدين، بلا ما فهم ديك الكلمه ديال واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، راه 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 عرفتي راه شي يعني خاص غير تستوعب بديك الكلمه، راه الا عطيتي راه راه ماشي راه تقدرش تحيد شويه من راسك وتستل يعني. واخا واخا الوالدين تكونوا مستورين الحمد لله، باش ما كيتمناوش منك تعطيهم، ولكن ما تخيفش عليهم. واخا بنادم واخا عارف لا سيتياسيون ديالك كيفاش عايش وداك الشيء، واخا يكون عارفك ما عندكش، حاضر يعطيكي ابتسامه. حاضر حاضر هشام، حاضر. دابا الوالدين كما قلتي خص يكونوا هما الاولويه. بالنسبه لهشام اش كيتسنى من وليداته؟ وا شوف عمي شاطر، انا نقول لك واحد القضيه، واحد القضيه هذه هذه مثال تقال والناس الاولين عاشوه، قال لك كما دين تتودان، راه كما دين تتودان. داكشي اللي عاش حياتك مع والديك راه غادي تعيشوا وغتشوفوا مع ولادك. كنتي خايب ومسخوط مع والديك، اه سيدي ربي كيسلط عليك السخط والخيوبيه مع ولادك، راه كيف ما كما دين تتودان. هذه راه الناس الاولين، سيادنا الاولين راه يعني دابا كاع اللي عنده شي ولد وشي بنت خرج طريق وخايب ما فيه ما يتشاف، راه باه ولا مو راه كان مسخوط مع والديه. والله اعلم، حنا نقولوا فهمتي، هو 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 بنادم الذريه الصالحه راه كتربى من الاساس، فهمتي، كتربي الاساس ديالو من يعني الفلوس، هي الفلوس ماشي راه ماشي كل شيء. حاضر هشام، هشام نعم نعم هشام. الانسان اللي عنده مبدا كيامن به هو انه انا انا وعاد نشوف الاخرين، نعيش حياتي انا، وهذه واحد العدد ديال الناس عايشينها كيسبقوا روسهم هما الاولين، كيقول لك الاولاد يكبروا يمشيوا في حالهم، الوالدين هما اللي جابوني يعني يكون ما قادينش بيا ما يجيبونيش، الخوت كل واحد عنده دراعه. الوغ انا علاش نفكر في الاخر؟ انا نفكر في راسي بعدا، لان الا خطاتني صحتي ما ينفعني حد. ممكن ممكن تسلك هذاك الطريق، ولكن ولكن فواحد القضيه عاوتاني اللي كان محتاج، راه ماشي راه ماشي ماشي الفلوس هي اللي كتخلق السعاده، حيت الفلوس دي شاطر، ما الفلوس كتمشي وتجي، الوالدين الا مشاو ما بقاوش يجيو، الخوت الا مشاو ما بقاوش يجيو. يعني بنادم 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 الا عاش الا ما عاشيش ذاك اللحظه ديال ديال الحنان مع خوتك ووالديك، عطيتيهم عطاوك رفتي عليهم رفوا عليك، فهمتي. راه كاين شي بعض المرات الناس واخا هنا في اوروبا وخدامين وخوتهم كيعطيوهم من المغرب، كيعطيوهم الناس خدامه هنا، وملي كتمشي للمغرب مازال خوتك يقدروا يعطيوك ويكملوا كاع باش ترجع الى ساليتي كاع. راه ماشي راه ماشي ماشي الفلوس هي كل شيء، الحنان كيفاش تربيتي، كيفاش تربيتك ذاك الحنان ديال خذوا هاك، يعني تعيش واحد العيشه معتدله، واخا عايش مستور الحمد لله، ولكن تعيش عيشه معتدله. تفرق تفرق ما بين ما بين وليداتك وحياتك الشخصيه ودارك وهذه وهذه، ولكن واخا الوالدين تيكونوا مستورين الحمد لله مستورين، ما كيتسناوش منك تعطيهم، ولكن انا اللي كنقول اللي كنفضل بنادم ما ينساهمش، واخا كاع فهمتي كلمه زوينه ابتسامه بزاف ديال الحوايج. حاضر هشام، شكرا بزاف ليك. واخا هما بنادم يتعاون، الدنيا هانيه ماشي مشكل. وكنوجه واحد التحيه لصديقنا سي مراد يونسي، راه كاين في الاستماع، راه صديق برنامج، كنتمناو حتى هو شي مره يعيط ويتدخل. مرحبا به سيدي مراد، تحيه ليه وشكرا لك سيدي هشام. ناخذ مكالمه اخرى قبل الفاصل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دافر كيف الحال؟ قدنا السفر كثير أتذكر هذه عاوة التفاصيل. مرحبا بك. الحمد لله. يعني باختصار إن شاء الله، يعني الإخوة علموا بالموضوع يعني بصفة عامة، الإنسان يكون وسطي كما يقول المثل، يعطي لكل ذي حق حقه. يعني دافر الان هذا المبدا غادي عليه وسطي، يعني كتدير شويه ليك وشويه للعائله؟ لا كل واحد ياخذ حقه، حتى انا ناخذ حقي، فهمت؟ يعني باش ما الانسان ما يجيش له نفسه بعد يقول اعطيت كل شيء وما خليت روحي حتى، يعني كل انسان ياخذ حقه
والإنسان ينظم حياته على أكثر أقل حياة تنظيمية. أولادي عندهم حق الزوجة، عندهم حق الأبوين الله يرحمهم كانوا عندهم حقوق. الآن يعني ثبت كل ظرف وظرفه وكل إنسان وظروفه، الظروف تختلف من واحد إلى آخر، فكل إنسان يأخذ حقه في الدنيا هذه، ما يكونش الإنسان أناني وما يكونش يعني يعطي كل شيء ما يخلي شيء لنفسه، لأنه النفس حتى هي عليها لك حقوقها. خير الأمور أوسطها، هذه هي يعني الإنسان ينظر حياته ونظر قلبه. حاضر سيدي دافر، شكرا، الله يوفقك، شكرا موافق. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا بك، مبروك، اهلا وسهلا. شكوني معايا؟ معك ابو اميره. اهلا سي ابو اميره، مرحبا بك. الله يبارك فيك، كلشي بخير. الله يبارك فيك سي ابو اميره. كتعطي للوداد كثار ما كتعطي لراسك؟ هذاك موضوع اخر. هذيك الشباع، هذيك غير واحد النقطة، واحد النقطة بغينا نهضر عليها، بأن بالنسبة للوالدين، الوالدين واخا تعطيهم حياتك كاملة، ما زعما ما تدخلش ليهم هذاك الشيء اللي داروا لك. أخ هالوالدين، هالوالدين حنا تفاهمنا، أرى الخوت، أرى الأولاد، أرى الأولاد، الأولاد، ونفس الوقت، نفس الوقت كتجاهد أولادك. اجي الاخر، الاخر كريم كان حدا التران، انت كاين حدا الطيارات؟ هو انا حدا الطياره، انا في الايروبور، انا غادي نتجه للوداد. قلت يا الاخشاط، انا واحد السيد كان قال لي واحد الكلمه، هذه مود هذه، جلس معاه بحال ما كنهضروا الزهر الفلوس، هذه بدا فيا بحال ما قال لي يسمع نقول لك واحد الحاجه، قال لي ربي راه كتب لك واحد الاليميت ديال الرزق على الكونتيتي، قال لك راه ما يمكنش تدوزها، من كلش لك تفوت، واخا تطير واخا تنزل واخا تعطي واخا تجري واخا كيما هذاك الرزق اللي مكتوب لك، المكتب لك راه عايش تكتب لك، ما عندك ما بالنسبه للوالدين وبالنسبه للعائله وبالنسبه لواحد اللي ما دار شي حاجه، عطى شي حاجه وكيعطيها في سبيل الله وكينساها. دابا ماشي قضيه غير فلوس، ماشي قضيه غير ماده، لان العطاء هو ماشي غير فلوس، الا عطيتك الفلوس راني حبيبي، انا ما عطيتكش راني ماشي حبيبي، لا راه كاين حب، كاين انك كتسخر على الناس، انك كتمشي الا بغاو فين ما بغاو شي واحد شي حاجه، وعرفتي راه هذاك راه ما كيقولش لا، عيطوا له وي ايه لا شي قدي دير فعل، راه جيب انت كيسمح في حقه، لانه هو كيبغي يعطي ديما الاخر، يشوف الاخر فرحان. ولكن اعتقوا انفسكم الى التهلكه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بل ان الانسان يعني راه حيت ما كاينش غير الماده، راه كاين الانسان كيعطي من الصحه ديالو من حياته، مثلا القصه ديال لاله حياه راه ما عطاتش الفلوس، راه عطات حياتها كامله، حطت العمر ديالها كله. القصه ديال الحياه فكرتني في سينكيوماني ديال القصه ديال بدايه ونهايه ديال نجيب محفوظ. لا ميم شوز، لا ميم شوز، الا مشيتي كتقرا هذه القصه، نفس الاخت اللي ضحات بحياتها وضحات بكل شيء من اجل خوتها، وفي الاخر فين كبروا ولا خوها ضابط وحصلها في الدار في بلاصه خايبه، بقات قال لها اما تنتحري انت، قال لها داها حل قنطره باش تنتحر، بخيت ونفيسه باقي على الاسماء ديالهم، وفين شاف هو في الاخر بانه ناد معاه الحال، مشى نفس البلاصه حتى هو انتحر. ربي كيخلص كل واحد على نيته، ما ان هادشي الدنيا حنا راه فايتين فايتين، شحال امه محمد راه كتعيش ما بين 60 و70، شحال بغى يعيش بنادم 80 100. انا غير واحد الحاجه ديك ديال العطاء، ويا ربي اسمح لنا. الاخت عاتقه ديك 5 اورو ولدات ولا باقي؟ يا والله ما نعرف، راه باقا في الكونت زعما، لي زانتيري راه كاينين زعما، من هذاك الوقت دابا تكون شي حاجه. ايوا خصنا نسولوها في الحقيقه. وا سيدي قاسم اخونا محمد تبارك الله على خويا، الله يطول عمرك سيدي ابو امير، شكرا تبارك الله عليك، الله ينورك، شكرا. اذا نمشيو الفاصل ونرجعوا ناخذوا المكالمه الاخرى، غادي ينتظر معايا لحظه فقط ونرجع. الو السلام عليكم. اذا الاخ والاخت اللي كان معنا على الخط وانقطع الخط بينه وبينه، يمكن له يعاود لنا الهاتف، اعتقد رقم ينتهي ب 91، يمكن يعاود لنا الهاتف 0488 او اقول 02-880-63-30 او 078-077-088
عبر الاس ام اس 0488 106 800. تقول سيدة أم لينا: السلام عليكم، أنا بالعكس ديال هذيك السيدة، أنا كان بغي ولدي وكان حمق عليهم بالأكثر من ذلك، أنها كتعطي حياتها كاملة للولدة، بعض المرات كتنسى حتى رأسها كاع، أكثر من يعني كتعطي أكثر 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 أكثر. فهي عكس القصة ديال الأخت اللي كتكره الوليدة ديالها، ولكن ربما الأخت اللي كتكره وليدتها هي قالت أنا كنبغي نفسي أكثر من ولادي وأكثر من زوجي، ولكن بغى حل لأنني كنتعصب على ولادي بزاف وكنتعصب على الزوج ديالي. إذا نمشيو ناخذوا مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا حياة اللي كنهضر معك. لا لا، حياة، تبارك الله عليك. غير بغيت باش نصحح زعما الناس، انا يا ما كي قلت انت يا ما عطيت بكل شيء الماده، انا ما زعما ما فكرتش بالله زعما نجمل عليهم على الماده ولا شي حاجه. داكشي اللي داكشي اللي فسرت الوالد، انا داكشي اللي فسرت الناس يعني. والوالدين واجب، الوالدين واجب، ما نحسبهاش بالله صفر، هما خدموا علينا وكبرونا باش حنا باش هما يلقاونا حنايا، زعما واجب عليهم يعني. غير اللي كان عندي، كان انا عندي شي حاجه عندهم ديالي عندهم وطلبتها وقالوا لي انت ما تشالي والو، ما عندك والو. هذا هو اللي بغيت نفهم زعما الناس اللي نسمعوا، ماشي انني تجملت على ما لان خدمت عليها. لا احنا فهمناك، لا فهمناك، لا فهمنا ابدا حاشا ما هذا يعني. الناس فهموك حياة وعرفوا بان انت اعطيتي من حياتك من شبابك من كان يعني ممكن تعيشي الحياه ديالك. ما هو ما عرفوا ليش، هذا هو ماشي قلت ما عرفوا لي بالله زعما درت لكم ما عرفوا يعني. من هدرت كنت انا ماشي مزيانه، كان يا ربي حرمني انا ربي يعني، بحال اللي درت اثم من كنت ندير الخير درت اثم، وداك الشيء علاش ربي عاقبني وما عطانيش الولاد، هذه هي اللي ضرتني شويه. لا لا الله، لا لا الله، ربي كبير الحمد لله. تبارك الله لك حياه، تبارك الله لك حياه. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. مرحبا، شكون معنا؟ الاخت حياه. حياه، ودعنا لاله حياه ونستقبلوا لاله حياه. مرحبا بك لاله حياه. انا خممت عاد عاد اتصلت، خمي مزيان وشويه عليك. عاد اتصلت. مرحبا لاله. حيتياش بالنسبه لي خير الامور اوسطها، هذه واحد، هذه واحد كتعطي، ماشي باش تستنى المقابل من شي واحد. انتينا كتكون هذيك في ترافيك، انتينا كتشوف واحد الانسان مثلا محتاج او لا كيفاش، انتينا كتعاون بهذا المعنى. بالحق عيطت على واحد النقطه عشتها انا وانا في عمري 14 عام، واحد السيده كانت قريبه لنا بزاف، وبغيت هذه القصه هذه ما غنطولش فيها. بالحق عطاتني درس في الحياه ديالي، ان ماشي غادي نعطي 90% من اللي عندي. مثلا اعطيك مثال بسيط من الخوت، هاد السيده هذه كان عندها 8 د الخوت، وكانت هي على برا، كنقسم بالله الا كانوا كيبوسوا لي الدم اللي كيتجي كيتصففوا وكيبوسوا لي الدم بحال الملك، واحد بواحد بقات كتجيب حتى جابتهم كاملين، وعندها المتع وعندها وعندها. الام ديالها كتقول لها انت ما عندكش ولادك، ما عندك ما تعمل هذا الشيء، بين فلانه عطيني فلانه، فلانه مسكينه ما عندهاش، فلانه ما نعرفش مني. لدرجه ان هاد السيده هذه حاليا بقات كتعطي كتعطي كتعطي، اللي حاليا هي كترغب دوك خوتها تنزل عنده، وداك الشيء كان ديالها. كنقولها لك بمراره، لحد الساعه كنمشي من المغرب وكنشوفها قسما بالله تتعطيها واحد تعز عليك فينا تصدق عليها، كانت قيمه وشان، كانت كتصفف. كنقول لك ديك الخا كنتوما كتهضروا وانا كنشوف ديك الخيال، ديك السيده قبلتي كيبوسوا لي يده وجهه وطهر، لدرجه ان هاد السيده هذه عطات حياتها، ما عندها ولد، ما عندها حتى شي حاجه، كل شيء عطاتهم ديك الخوت، وديك الام كتقول لها انتينا ما عندك والو. عطاتني درس الحياه ديالي، انني من الوالدين ديالي بالنسبه لي اللي نعطيهم شحال ما عطيت، ما كنقدرش داك الشيء اللي عملوا معايا. نشوف شي واحد مريض وفعلا محتاج كنعطي باش ما باش واحد
باش قدرني ربي بالحق فوق الطاقه ديالي وانني نضر ولادي ونضر راجلي ونضر نفسي ما نقدرش. الو كنسمعك لاله حياه. اه ما نقدرش نضر نفسي لان ديك القصه هذيك بالنسبه لي كانت وانا في عمري 14 عام لحد الساعه كانت ضرس في الحياه ديالي. كنقول ماشي بحال فلانه. فلانه كانت بالنسبه لي واحد كيفاش نقولوا ان اكزومبل ما نقول لك شي كانت عايشة بحال واحد الملك كتجي كيضربوا لها ألف حساب. اليوم داكشي كان عند واحد اختها كتدق عليها كتقول لها اسمح لي راجلي قال لي ما تجيش عندي. وداك الراجل شكون جابو وانتينا شكون جابك وشكون جابكم كاملين. لهذا بالنسبه لاي واحد ما تفهمش ولا في نفسك ولا في دارك. بالنسبه للاخت اللي كتقول هي قاسيه على ولادها او لا هي ما كتحملهمش هي بالعكس هي كتبغيهم وهي غير ديك السيطره اللي كتبغي تسيطر بالنسبه في المخ ديالها. هذيك بالنسبه لي هي كتبغي راسها لان هي عاشت ويمكن شي حاجه في الحياه ديالها اثرت عليها. بالنسبه لي كنعطيها نصيحه قرب من ولادك وقربهم بواحد الطريقه بالنسبه لهم قاسيه معاهم. حاول تقرب بشويش بشويش حاول تقرب من ولادك تقرب من الدار ديالك. بالنسبه الى كنا هنايا ما عندك حتى شي واحد من غيرك ولادك ودارك وما قبلك حتى شي واحد تقدر تكره ولادك فيك يكبروا غيشوفوا غير ديك القباحه هذيك اللي تعاملتي مو لان حنا كنكبروا وولادنا كيكبروا غادي يقول لك عمرك ما تعاملت معنا مع العلم يبو تصبن وتعمل داكشي كتعملوا بواحد الجافه. بالنسبه لي دي كنصح هاد السيده هادي انتينا بالنسبه لي كنقول لها من هنا انتينا ماشي قبيحه معاهم. هذيك غير واحد السيطره كتبغي تسيطر على ولادك يكونوا مزيانين يكونوا بحال اللي خصك انتينا. هاد الجيل هذا خصو شويه المعامله شويه الرفق شويه لا مع الزوج ولا مع وانتينا الا تعاملتي بالمزيان مع ولادك ولا مع زوجك غادي يعطيوك هما نفس الشيء. طيبه اللي انت طيبه معاهم غادي يردوها لك وهذا الشيء اللي كاين. وشكرا شكرا لك لاله حياه تحيه ليك. اذا قصه حكتها لنا لاله حياه عن العطاء بدون اخذ الى درجه انك كتعطي حتى كتوصل للنهايه. واحد الوقت كتلقى نفسك انك انت محتاج اللي يعطيك وما كتلقاش يعني حتى ذاك الرد الجميل ما كتلقاش. وهنا فين كتولي الامر او كيولي الامر صعيب على بعض الناس او كثير من هاد الناس اللي كيعيشوا هاد الحاله ديال العطاء بدون اخذ او عطاء بدون على الاقل كلمه شكر. وطبعا معنا الان الاستاذه لاله نسرين. صباح الخير لاله نسرين. السلام عليكم سيدي شاكر. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. بطبيعه الحال نتحدث في هذه الحلقه عن الاخذ والعطاء عن واش نعطي بلا ما ناخذ ولا ما نعطيش ونتهني راسي ونبغي راسي غير بوحدي ومن بعد الى بقات لي شي حاجه نعطيها للاخرين. انا اللي بغيت نقول هو انا صيفطت ميساج ولكن نعاود الكلام اللي قلته اننا العطاء سبحان الله. اولا الميساج ما وصلش. اولا الميساج ما وصلش. على ديك الصفات ماشي مشكل. العطاء يشعرك بالسعاده سبحان الله. حين كتعطي سواء عطاء مادي او معنوي كيشعرك بالسعاده بواحد الثقه بواحد الراحه واحد الطمانينه. واللي كيعطي غادي يكون الشعر متنوء في هاد الساعه هذه بهذا الكلام اللي كنقول. لان العطاء سواء غير ابتسامه سواء كيف قلت عطاء مادي او معنوي. والعطاء وشنا كيف كنقولوا ولكن نعم انا متفق معك ولكن الوقت اللي كيولي العطاء وكيقابلوا انا كنت في هذه النقطه واخا نعم لان كيف قلت حيت كتعطي نعم والمشكل نعم. انك هذاك اللي كتعطي كيقول لك شكون قالها لك وانا قلت لك شي حاجه وانا قلت لك سيدي دير لي كاع ما دير ليش مشي دير غير هذاك الخير اللي غديروا فيا ديروا في راسك سيدي زيدوا في راسك يلا كي غادي تولي تحسيها. لا اله الا الله لا هي غير سبحان الله. هو احنا امه وسط الوسطيه والاعتداليه مهمه في حياه الانسان. الانسان ما يعطيش اكثر من القياس وما ينزلش عاوتا ادنى الدرجه انه يشد على راسه وعلى بابه وعلى يده وما يشعرش بالاخر وما يشمش في الاخر. يعني نبقاو دائما في الوسط. الحاجه اللي كتزيد على حدها كتقلب ضدها دائما. يعني انا فين غادي نعطي الانسان
ما طلب مني ولا ما طلبش، انا حسيت بديك الانسان مثلا محتاج. خلينا بالوالدين، الوالدين ما كيتعطلوش زعما حشومه نقولوا اننا كنصدقوا على الوالدين، اننا كنعطيو الوالدين صدقه جيده في الوالدين حشومه، لان كل شيء للوالدين، منهم الخساره ومنهم الربح. حشومه الانسان حتى انه يقول انا واش عندي الحق نتصدق صدقه العيد او لا صدقه الفطر، عيد الفطر ولا مهم شي حاجه، من الوالدين. الوالدين كيتعطلوا بصراحه، لان واخا تعطي يا سيدي شاطر شحال ما عطيتني ما غادي يدوتش ديك الشيء من الجهه ديالك زعما. هذه نقطة. وباب خصيت شدابة أن الوالدين ما يدخلوش في نطاق الصدقة والتصدق، يعني هذا كل شيء منهم. كيف قال السيد اللي كان إذن نحيدوا الوالدين الناس الأخرين، أولادنا، الأزواج ديالنا، الخوت ديالنا، نتعاملوا معاهم يا سيدي شاطر بالوسطية والاعتدال، أن الحاجة ما تزيدش على حدها، حتى في التربية للأبناء وفي التعامل مع الخوت وفي التعامل مع الأصدقاء والصديقات والتعامل مع الجيران، دائما يبقى واحد الاحترام، واحد خطوط حمراء ما كتجاوزش. طبعا هذه كل واحد عنده خصوصياته، وكتبقى انك شي كتعطي خصك تكون عندك واحد القناعه نفسي انني كنعطي، انا مقتنعه بديك الشيء اللي كنعمل، سواء هو طلب مني او لا ما طلبش او لا محتاج، مهم انا شنو غنعرف ديك السيد محتاج، يمكن عزة نفس ديالو ما كتخليهش يطلب. أنا نقدر نتعامل بواحد طريقة أخرى، كاين وسائل أخرى أنك توصل الميساج. ولأن سبحان الله البارح حد شفت واحد، قريت واحد اللفتة هيدا، غادي نعاودها دغيا بسرعة. راه سيد فقير عنده شتا نفوس في البيت وشتا داخل والبرد وباغي يشري بطانيات، فأخذ مبلغ اللي ما غادي يكفيش عندك صد البطانيات كاملين، وقال غادي نحاول على الله وعزة نفسه، يعني عنده واحد عزة النفس. دخل على محل كيبيع بطانيات، قال له بغيت عندي قد وقدك الفلوس، بغيت واحد صد البطانيات غير حقه غير يقضيو لي هذه الفتره ديال الشتاء. هذاك صاحب المحل، يعني علاش كنقولوا اللبيب بالاشاره يفهم الانسان، خصو يكون لبيب في الحكمه وفي التصرفات حتى هي ديالو. هذاك السيد فطن ان هذا الانسان اللي قدامه عنده عزه نفس وكرامه، فقال له عندي يا سيدي وارخصوهم، وبالنسبه اللي غادي يفوق اذا ما تحتاجهم وارخصوهم، ولا ديتي ستا عندك وحده زايده غاتفي، يعني بهالطريقه. وهذاك السيد من المحل واقف معاه صديق ديالو، فديك السيد اللي جاي يشري البطانيات فرح وخلص ستة البطانيات ديالو، دا السبعه غاتفي ومشى في حاله. سمحوا لي، فحين خرج السيد هذاك صديق ديالو تكلم معاه، قال له انت اش كتقول؟ البارحه بعتيهم لي بثمن غالي وقلتي لي هادو اخر ما كاينين في السوق، ودابا كتعطيهم للسيد ما كتعرفوش بهذا الثمن، زعما شنو وقع؟ قال له انا حسيت بهذاك الانسان عنده عزه نفس، ما جاش يطلب مني فابور هذوك البطانيات، وبغى يحاول يوصل لي الميساج بواحد الطريقه انه ما يخليش يدخل في نطاق الشحاته. فالوغ انا حسيت به وخليته يديهم ديك الثمن اللي عنده باش ما نحرموش في هذا البنك، انا غطيته في البنك بالدنيا، جعل ربي يقيني حر الاخره. يعني الانسان كيكون لبيب اسيدي شاطر حتى في التصرفات ديالو والتعاملات ديالو، ما تجيش تعطي وتتسنى الشكر، حتى هذه يعني مذكوره حتى في القران سبحان الله العظيم. يعني نعم. الانسان ما يشدش يدو عنده كاع بمره وما يتلقاش مره، وما توسط يعني في الوسط دائما، ونتعاملوا مع الانسان بالحكمه وباللبابه، ونكونوا اذكياء، ونكونوا كنحسوا قبل ما نخرجوا كلمه، نحسبوا نفسنا قبل ما نخرجوا، لان هذيك الكلمه تقدر تشرح انسان وتخليه هز عليك سنين وانت ما عارفش. يمكن الانسان يحاول على تصرفاته وعلى المنطق ديالو يكون منطق دائما جميل، ويخلي دائما الصوره ديالو. شكرا لك يا استاذ نسرين، تحيه لك، صباحك مبروك. بارك الله فيك سيدي شاطر، صباحك مبروك، الله يعاونك. إذا وصلنا لنهاية هذه الحلقة وهذه الجلسة، واللي عاود هي كذلك غادي تفتح آفاق الحوار في البيوت وفي يعني العمل مع الناس، مع الأصدقاء ديالكم، مع أحبابكم، تشوفوا كيفاش يمكن نكونوا وسط، نعطيو وناخذوا بدون ضرر وبدون مبالغة.
كنحيي كل المستمعين والمستمعات اللي ساهموا معنا في هذه الحلقه. شكرا كذلك للرسائل اللي وصلت. هناك نصائح للاخت الكريمه، ونتمنى ان شاء الله اكيد ان ام محمد غادي تلقى الانسان اللي غادي يوقف معاها. نتمنى ان لالا رحاب تاخذ بيدها باش توصل معها للطريق، تسلك معها الطريق السوي اللي ترجع به وترجع بحبها لوليداتها كما ينبغي. هذا ما نتمنى إن شاء الله. غدا بحول الله حلقة ساخنة جدا، وهي الخيانة الزوجية. شنو هي الأسباب والدوافع اللي كتوصلنا للخيانة للشريك، لخيانة الشريكة؟ شنو الدوافع والأسباب؟ كل هذا غادي نعرفوه مع أستاذ رحاب في حلقة الغد بحول الله. دامت لكم الأفراح والمسرات حوالي 4 دقائق من الآن، موجز إخباري ثم مباشرة شمس أربل وأزميلة سناء. ألقاكم غدا رفقة الأستاذ رحاب. تبقوا على خير، إلى اللقاء.